السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة على شاشة التناصح التي نناقش فيها التداعيات بعد الحوار الليبي واللقاء الذي جمع رئيس المؤتمر الوطني العام السيد نوري أبو سهمين ورئيس البرلمان السيد عقيلة صالح. معي الآن لمناقشة التداعيات الداخلية والخارجية حول هذا اللقاء وحول التوقيعات المرتقبة في أسخرات السيد جمال الزوبية ناشط سياسي. مرحبا سيد جمال، وأيضا نرحب بضيفي عصام الزبير كاتب صحفي. مرحبا سيد عصام. ابتداء نبدأ معك سيد جمال. سيد جمال، رأينا بالأمس مؤتمر صحفي جمع كلا الطرفين المتنازعين، فريق المؤتمر الوطني العام وفريق البرلمان المنحل. السؤال ابتداء بعد ردود الأفعال التي رأيناها داخلية وخارجية، تقييمك في استقبال هذه ردود الفعل من قبل البعثة الأممية، كيف رأيت ردود الفعل واستقبال هذه الردود؟ أول مساء الخير طبعا لحضرتك، مساء الخير لكل الفريق. قناة التناصح دائما مواكبة لكل الأحداث الوطنية، وهذا شيء رائع وجميل. مساء الخير لكل متتبعيكم في أينما كانوا في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لي اللقاء أمس كان حقيقة لقاء رائع وأثلج كثير من الصدور، يعني كثير من الناس. دائما احنا الأشياء الوطنية ينبغي أن ننظر لها من ناحية من الإيجابيات اللي فيها. الحقيقة الإيجابيات تعتبر إيجابيات طيبة جدا. دائما الليبيين بطبيعتهم هم أناس طيبين، دائما كل تقريبا مشاكلهم تحل باللقاء. نعم. يعني سواء كانوا إخوتنا مثلا في المنطقة الشرقية، أحيانا حتى حالات قتل وحالات اعتداء وغيرها تحل باللقاء. يعني مجرد أنهم يجلسوا مع بعضهم دائما عندهم قدر واحترام لبعض ويقدروا في بعض، وأيضا في المنطقة الغربية الحمد لله. بعد صحيح يعني الكثيرين يقول والله قد تأخر هذا اللقاء، ولكن التأخير أنك كونك تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. نعم. يعني بالتأكيد احنا خسرنا الكثير فيه، ولكن الحمد لله الخاتمة كانت خاتمة طيبة. عام أكثر من عام من شهر 9 2014، وكان ما يسمى بالمجتمع الدولي كان يهرول بينا يمينا ويسارا، وكانت القيادة لدولة أخرى مع الأسف. كان المبعوث الأممي كان يجري بالأطراف الليبية وكثير من الأفراد، وجمع في الأول كان أخذ نشطاء سياسيين على حتى المجالس البلدية التي لا يسمح لها القانون بممارسة السياسة، أقحمها في السياسة، جاب الأحزاب التي لا قيمة لوجودها، والناس كثير الآن تعتبر أن هي سبب مشاكل. مع هذا هي اللي خلها هي التي تدير. طيب سوف نتكلم عن هذه الأطراف عموما، ولكن في بداية كلامك وكأنك قلت بأن الخاتمة كانت طيبة، وقلت أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. نعم. وكأنك هنا مستبشر بهذا اللقاء وترى له يعني جدوى. والله الحقيقة دائما أنا أسعد بأي عمل يكون خارج اللعبة الدولية وخارج الأجندات الخارجية. يعني طالما أن تقول لبعضهم مع أن الاتفاق تقريبا ما خدش ممكن أسبوعين أو ثلاثة. نعم. كحد أقصى يعني، وكانوا مجتمعين وجه لوجه مع بعض، اجتمعوا في عدة أماكن، يعني ربما حتى كانت أكثرها كانت في تونس. أول لقاء وأول بيان عملوه في تونس، وهذا شيء طيب. نعم. يعني نشكر فيها حتى القيادة التونسية اللي هي أعطتهم الفرصة، وكان حتى ردها إيجابي جدا من أول مخرج البيان. طبعا تونس قيادة وشعبا كانوا فعلا يحسوا بأن الهم الذي يعانيه الليبيين هو فعلا مأساة بالنسبة لهم، وبالتالي كانوا رد الفعل بتاعهم طيب. كان رد فعل سيء جدا من الإمارات باعتبارها ومصر باعتبارها انتفضوا، لأنهم عام كامل كانوا هم يهرولوا بالليبيين من خلال اليون، وكانوا هم اللي يعبتوا بكل الأطراف وأعطوا الكثير من الوعود. نعم. وكثير من اللعب، وفي الأخير وكانوا مع الأسف اليون كان يفضح فيهم ويقول والله كل من أتى إلي كان يجري وراء مناصب ويلهث وراء، هو كان يعطي في المناصب، وفي الأخير بعد 14 شهر طلع هو الوحيد اللي حصل منصب، والبقية كلهم لوحهم. طيب في ننوه على هذه الصور.
التي تأتينا الآن حية من ميدان الشهداء مباشرة، جمع من الناس يخرجون تعبر لربما عن فرحتهم بهذا اللقاء الذي جمع الجسمين. نراها الآن سيد جمال. كنت سألتك في بداية اللقاء ولم تجبني عن السؤال عن ردود الفعل. لدي أمامي مجموعة من ردود الفعل الداخلية والخارجية بهذا الخصوص. البعثة الأممية كيف قيمت استقبالهم لهذه الردود؟ لدي الآن مثلا رئيس الوزراء المالطي قدم إحاطة لكوبلر بكل الذي حدث في اللقاء الذي جمع بين الطرفين، فكان رد كوبلر يعني سيء كما وصفه المؤتمر وقاسيا، ولن يرضى بأي حلول خارج مخرجات الصخيرات. كيف تعلق؟ أخي العزيز، أنا في تقديري الخاص لا أحترم لا أقدر أي الرأي، ما هو ما يقره الليبيين. هؤلاء الشباب اللي الآن يطلعوا في الليل البارح ممكن للساعة 2 أو الساعة 3 في الصبح، هل هؤلاء طامعين في شيء؟ هذه هؤلاء الناس يعبروا عن فرحتهم فعلا، الفرحة نابعة من وسط قلوبهم. نعم. وبالتالي إخوتنا في المناطق الشرقية، إخوتنا في الجنوب، كل من طلعوا بيانات مؤسسات. نعم. مش محمد اللي طلعت، هل هذه طامعة في شيء؟ كلهم طامعين في ليبيا، لكن اللي وجدوا أن اللي لهث بهم ليون سراب هم اللي فعلا أصيبوا بنكسة. نعم. وهم اللي الحين انتفضوا، هم الآن جمعوا أنفسهم وحاولوا أنهم يجروا، ما زالوا عندهم أمل أن طيب. أن الموت. نعم. المجتمع الدولي يحطم هذا الجهد اللي اندار بين الليبيين. طيب. ولكن دائما في تقديري الخاص ما يهم هو رأي الليبيين، الرأي الآخر. طيب. الآخرين هم اللي يرجعوا لنا. طيب. نعم. سوف نتكلم عن من ذهب للتوقيع بالنيابة عن الليبيين، فقط أريد أن أشرك سيد عصام الزبير. سيد عصام الزبير، أنتقل بنفس السؤال الذي طرحته في بداية هذا اللقاء. هناك ردود فعل رأيناها اليوم، ومن هذه الردود الفعل ردة فعل البعثة الأممية التي ردت صراحة بأنه لا يوجد بديل عن مخرجات الصخيرات. كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. حقيقة أتمنى على ما قاله السيد جمال بأن الرأي هو رأي الشعب الليبي وليس رأي الأمم المتحدة أو رأي المجتمع الدولي. حتى وثيقة الأمم المتحدة تقول بأنه حوار ليبي، وإن الأمم المتحدة ما هي إلا عملية منسق ويجمع هذه الأطراف تحت طاولة الحوار، ولكن ما نراه الآن هو ما يريد أن يظهر لنا جليا وواضحا أن الأمر أعد بهذا الشكل. نعم. وأن كوبلر مشى على طريقة ليون، وهو أوضح ذلك بأنه سيسير في نفس الاتجاه بعيدا عن الدشدشات والبهرجة التي كانوا يقولون عليها الديمقراطية والقانون. نعم. والمؤسسات وكل الكلام، هذا الكلام عندما يريدونه في شيء يضعونه، وعندما لا يريدونه يتركونه خلفه ولا ينتبهون. طيب إليه. قبل أن تواصل هذا الطرح مثل حقوق. نعم. الإنسان وغير. نعم. ذلك. نعم، فقط قبل أن تواصل هذا الطرح، أنت أشرت إلى مواثيق الأمم المتحدة التي تشير بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أمامي هنا المادة 78 تحديدا من ميثاق الأمم المتحدة، تقول صراحة لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة، وليبيا كما نعرف جميعا عضو في الأمم المتحدة كذلك. فكيف هنا تمارس الوصاية مع أن مادة صريحة، مادة 78 تقول لا تطبق الوصاية. ليس هذه المادة فقط صريحة. نعم. هناك مادة أخرى تحدد بعثة الأمم المتحدة عملها ووظيفتها داخل ليبيا، ولذلك لم يتجه إليها السيد كوبلر أو حتى السيد ليون. نحن الآن أمام مصير خطير جدا حقيقة. هو عندما بدأ هذه البداية التي بدأت بها الأمم المتحدة في عدم احترام الحكم المحكمة الدستورية وعدم احترام القضاء الليبي. نعم. انتهك هذا الحق حقيقة، وهو انتهاك للسيادة الليبية وانتهاك للشؤون الداخلية للليبيين. بعد ذلك نرى الآن أن يتجه إلى المنابر الديمقراطية اللي هي مثلا المؤسسة التشريعية. كيف يتم لك أن تجتمع مع أناس غير مخولين وغير مكلفين بالتوقيع؟ هؤلاء من يتحمل مسؤولية ما قاموا به؟ هل يمكن أن تعمل على أن يكون هناك أشخاص بمجرد أن تاخذهم الحمية أو الحماسة الوطنية للتوقيع وتقول بأن لدي 100 شخص سيوقعون؟ هل هي العملية بالأشخاص؟ هل هي العملية بالتوقيع بدون تكليف؟ المجالس الديمقراطية في العالم لابد حتى في مجلس النواب
يرجع احيانا وعنده مكتب تراه في بلد منطقته وبلديته يرجع الى الذين انتخبوه. هل رجعوا هؤلاء؟ هل رجعوا حتى الى المجلس الديمقراطي الذي ينتمون اليه؟ هذه كلها تساؤلات تطرح. فقط والنقطة الأخيرة التي يجب أن نكون عليها، أنتم تدفعوننا إلى أنكم ستحققون بناء القانون واحترام القانون وبناء مؤسسات قانونية واحترام الديمقراطية والشرعية كما تقولون، والآن أنتم من تخترقونها حتى في عملية لملمة الأطراف التي هي تدفع إلى التوقيع. التوقيع كيف سيتم؟ المسودة الرابعة تم الموافقة عليها في مجلس النواب ولم يوافق عليها المؤتمر الوطني العام، بينما المسودة الرابعة المعدلة لم يوافق عليها لا المؤتمر الوطني ولا مجلس النواب. فأين ستمضي هذه الحكومة وبأي اتفاق وبأي تكليف؟ طيب قبل أن أتجاوز هذه النقطة أريد أيضا تعليق من السيد الزوبية. سيد الزوبية، أيضا في نفس السياق تكلمنا عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يتكلم صراحة في مادة 78 عدم الوصاية على الدول المستقلة التي نالت استقلالها وهي عضو في الأمم المتحدة وليبيا كذلك. هناك ردود فعل رأيناها، تكلمنا آنفا من ساسة، من إعلاميين، من نشطاء سياسيين مستقلين وغير مستقلين على التدخلات السافرة والوصاية من قبل البعثة الأممية. ولكن أمس رأينا تحديدا في المؤتمر الصحفي بين الطرفين شددوا على عدم السماح بالوصاية الدولية والوصاية الأممية في ليبيا والتدخل السافر. هنا هل تأخذ الأمم المتحدة هذا الكلام من قبل أبو سهمين وقبل البرلمان بعين الاعتبار؟ أخي الفاضل، إحنا الآن ما يحاك الآن لليبيا بما يسمى مؤتمر روما، هذا مؤتمر روما نفسه كان في 2000 وكان شهر في شهر 6 2011 كان يسعى إلى تقسيم ليبيا بين القذافي وبين الثوار وما يسمى زمان بالمجلس الانتقالي. بالتالي لا قيمة للأمم المتحدة، دائما القيمة للليبيين واتفاق الليبيين، نتمنى الليبيين أنهم يجمعوا الآن ينظروا إلى ليبيا. الإخوة اللي مشوا للصخرات هؤلاء نفس المجموعة اللي كانت تلهت وراء بول بريمر وخلوا وصلوها العراق لهذا المكان. يعني مع الأسف الآن عندنا كيف نفس المجموعة؟ هذه أطراف يعني ليبية؟ يا هي نقصد نفس السيناريو. إحنا عبارة عن يعني كرمكم الله هذه اللي يمتطوها هي بدل من كانوا هذكم عراقيين وهذا كانوا هذه ما ليبيين. لكن في أطراف كانت لها مشاركات وطنية، في أطراف هناك لها مشاركات سواء في الثورة سواء في فجر ليبيا كانت لها مشاركات وطنية. سيدي الكريم، العبرة دائما فيه ناس شاركوا في الثورة ولكن مكانهم الصحيح هي عبارة عن مكانه الصحيح كان مش مع الثورة، هو كان ينبغي مع كثائب القذافي، ولكن لقدر معين أم إرادة من الله سبحانه وتعالى أنه هو جاء في صف الثورة. ولكن لما حصحص الحق وظهرت الحقيقة اتجه تو الآن، لأنه هو الآن محض إرادته. زمان في اللي نفاع الثورة ممكن حتى ما تحش من جيرانه، ممكن اللي كان الأمور تائهة. لماذا لا نقول بأن هذه اجتهادات خاطئة، تصرفات فردية؟ لربما الدكتور المخزوم المشارك الآن كان يتصدر الحوار ورأينا صولات وجولات في الدفاع عن ثوابت الثورة، الآن أصبح بين ليلة وضحاها دكتور المخزوم يعني لا يصلح. ما هو هذا الرجل كان قبلها في فريق العمل الثوري، بالتالي بل كان في فريق عمل الثورة، لماذا يرشحه المؤتمر لرئاسة الحوار وغير ذلك؟ ما هو هذا هذه المأساة. ليبيا أن هي دخلت للحوار أو دخلت للانتخابات وهي ليست ناضجة. مع الأسف كانوا في مجموعة حاولوا أن هم يقودوا ليبيا المشهد السياسي بتاعها. يعني هل معقولة بعد 7 أشهر تقريبا من 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 كثير من مناطق فيها معارك وعملوا انتخابات، والعجيب ان الان اللي هاجموا فيهم الان اللي هم الثوار هم اللي حموا الانتخابات وكانوا يسعوا الان يقول لك والله مشكله السلاح، السلاح هو اللي حمي الانتخابات الاولى وحمي الانتخابات الثانيه وحمي انتخابات لجنه الدستور. نعم. وبالتالي يعني لما ثمت الثوره عشان يتصدروا المشهد جو مجموعه من المرتزقه وقعدوا يقولوا والله لا الثوار لابد يمشوا للداخليه ويمشوا للدفاع، محاوله اغراقهم، دفعوا لهم المال اكياس، كانوا يعطوا فيهم المال كاش يعني لم تحدث في التاريخ، كان المقصود هو اغراقهم. هؤلاء الثوار هم نفسهم اللي كانوا
لما ذهبوا إلى كثير من الأماكن اللي فيها ذهب وفيها يوروز وفيها عملات مختلفة وفيها أموال ليبية كانوا يعبوا فيها بالملايين. هو شاب تلقى ممكن عمره مسك 100 دينار كان يعبي فيها في سيارة ويرفع فيها للمجلس العسكري بتاع مدينته، وهو سعيد جدا، هو فرحان. يعني مرات يمدوا له 1000 جنيه ممكن حتى ما يبحثش عليه، لأن هو يحس بأن هو مقدم نفسه روحه. نعم. هل هناك شيء أغلى من الروح؟ لما إنسان يقدم روحه يجي آخرين مرتزقة. طيب نرجع للأطراف، يعني بعيدا هو عن شخصنة الأمور وذكر الأشخاص بذاتهم، ولكن نتكلم هنا عن التصرفات والأفعال الخارجة عن القانون، كان من كان، كان مع الثورة أو لم يكن. هنا كلا الطرفين الجسمين يعني في المؤتمر الصحفي الذي كان بالأمس تكلم عقيلة صالح وتكلم نوري بسمين بأنهم لم يكلفوا أحد وهذا الذهاب غير قانوني. الأطراف التي موجودة الآن لتوقع نيابة عن الشعب الليبي، السؤال الذي يطرح عليك على مدى يعولون فعلا؟ هل هناك حاضنة شعبية يعولون عليها؟ هل هناك كتائب مسلحة سوف تفرض حكومة أرض الواقع؟ ماذا برأيك؟ يعولون عليه سراب، يعني عبارة عن يعطوا وعود انه والله الامم المتحده بتوقف معاكم، لا والله الامم المتحده بتوقف معاش بتعطي شنقل لسين ولا صاد هذيم اللي ضد الحوار، لا هذيم والله مش حيخلوهم راهم يسافروا لاوروبا. يا اخي احنا المفروض نسعى ان احنا نخلوا ليبيا، الاوروبيين هم اللي يحلمهم يجوا ليبيا، مش احنا والله مسؤول. كلمه يقول لك لا يا رجل ارجوك ما تديرش تصريح ضد الاتحاد الاوروبي تو يمنعونا ما اعطونا الشنقل. يا اخي معقوله لا. يوصل مستوى الليبي انه هو يزايد يقايد وطنه بتاشيره والله بجنسيه والله باي شيء اخر؟ يا اخي شيء يعني اذا تقول هناك مخاوف لدى هذه الاطراف من الضغوطات الدوليه وغير ذلك. طبعا. طيب سوف اقف عند هذه النقطه فقط، اريد ان نعم سيدي من الامارات سيدي الكريم سيد الزبير هنا، يعني بعد ما راينا المؤتمر الصحفي والكلام عن ضروره تشكيل حكومه وتكون هذه الحكومه بشكل سريع تحارب الارهاب، تضع الاستقرار وايضا ترجع المهجرين والنازحين وغير ذلك، مجموعه من النقاط التي اتفق عليها الطرفين. هنا جاءت مجموعة من التعليقات أريد أن أذكرها هنا من يعني المعارضين لهذا اللقاء، قالوا لماذا يأتي الآن هذا اللقاء، لماذا التأخر الآن، علمتم بأن هناك حكومة تريد أن تشكل وتجمع الأطراف، أين أنتم قبل حوار الصخيرات؟ هو الحقيقة أنا أقولها لك في وضعيتها الأساسية، لو كان من جلس وراجع المشهد الليبي لعلم أن المجتمع الدولي هو الذي أراد هذا. كيف الأمر؟ المجتمع الدولي لم يعترف بحكم المحكمة، ولذلك أدخلنا في صراع نحو الشرعية والغير شرعية، وشق الصف وجعل نكره بعضنا البعض. نعم. وأرست الهوة كبيرة جدا واتسعت، بعد ذلك أدخل علينا حفتر في الخط، والمجتمع الدولي هو الذي ساعد حفتر وهو الذي أدخله وهو الذي أدخلنا في الحروب، بدليل عندما بدأت عملية الكرامة انبثقت عملية فجر ليبيا وانبثقت عملية الشروق. إذا أنت تريد أن تجتمع وهو يزيد في عملية الانقسام وعملية التسلط على بعضنا البعض والتخوين والدفع نحو الاختتال والدفع نحو الاشتباكات والدفع نحو الشرعية، وأنت ليس لديك شرعية وأنت إرهابي وأنا لا أجلس معك. بعد ذلك دخلنا في الحوار، عندما دخلنا في الحوار، الحوار من يقوده؟ المجتمع الدولي؟ ألم يجلس ليون الأطراف كل منهم في غرفة؟ نعم. لذلك عندما تستشعروا بالخطر وزادت عملية الضغوطات التي كانت موجودة بصورة كبيرة وتبدد الخوف، أصبح لابد من الجلوس معا. نعم. الآن أن تأتي خيرا من لا تأتي، علينا أن نفكر في الوطن، من يفكر في الوطن يرى أي بادرة صلح هي الأساس، أما الذي يتحاول أن يتشمت أو يحاول أن يبرر سبب من حيازه لطرف ما بهذه الأشياء فهو واهم. طيب أريد أن أشرك معي السيد عبد الحميد الحصادي وهو إعلامي. مرحبا سيد عبد الحميد. مرحبا بك أخي العزيز. سيد عبد الحميد، رأينا سواء مجموعة من الحشود تؤيد اللقاء الذي كان بين الطرفين الليبيين، طرف المؤتمر وطرف البرلمان، هل هذه الحشود سوف تأخذها الأسرة الدولية والمجتمع الدولي بعين الاعتبار؟ نعم، في البداية أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. بالتأكيد انتظرنا كثيرا لجلوس طرفي الحوار أو الفرقاء مع بعض. الحقيقة يعني تفاجأنا جميعا عندما وجدنا عقيلة صالح بسهمين، وحتى بعد
تخلف سيد عقيلة صالح عن حضور الموعد الذي كان محددا لملاقاة السيد بوسهلين في العاصمة المالطية فاليتا. الحقيقة يعني أبهج الليبيين هذا اللقاء المباشر لأول مرة من ما يقارب العام ونيف. حاولت الأسرة الدولية أو المبعوث الدولي للأمم المتحدة بأن لا يجلس الليبيين مع بعض لأن العالم يعني يعي بأن الليبيين مهما يعني صعبت الأمور ومهما يعني كان الخلاف فهم قادرون على حل المشكل مهما عظم وجل. طيب الآن جلسوا سيد الحصادي، الآن الأطراف فعلا جلست لحوار ليبي ليبي وتؤيده مجموعة كبيرة من شرائح المجتمع، حتى من أخذت آراء مستقلة كالفيدراليين وغيرهم الآن يؤيدون الحوار الليبي للخروج من الأزمة. برأيك الأمم المتحدة إلى الآن لم تأخذ هذا الحوار بعين الاعتبار، بل يعني كان الرد قاسيا كما وصفته رئاسة المؤتمر. برأيك هل سوف تكون هناك ردة فعل إيجابية من قبل هذه البعثة؟ نعم، الحقيقة يعني هناك محاولة لسرقة أو للتشويش على لقاء رئيس المؤتمر ورئيس البرلمان في العاصمة فاليتا، العاصمة المالطية. الحقيقة يعني في 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 التوقيع وبالتنويه عن يعني قرب موعد التوقيع على اتفاق خيرات وحكومة الوفاق التي هي حكومة وصاية دولية تريد أن يعني تفرض هذه الحكومة على الليبيين بقوة الأمر وبقوة السلطة الدولية. الحقيقة يعني كل هذا يعني ربما سحب البساط من 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 تحت الأسرة الدولية، فشعرت بأن الأمر لن يمرر ولن تستطيع بحكم ليبيا والسيطرة على ليبيا بحجة الدبلوماسية الدولية وبالتدخل الدولي السافر. حقيقة كلنا شهدنا يعني ولاحظنا بأن ليون كان يعني يتعمد بأن لا يجلس الفرقاء مع بعضهم، وسيسير أيضا كوبلر على نفس خطى يعني سابقه لأنهم هم الاثنين يعني ينفذوا في أوامر الأسرة الدولية. سيد الحصادي، سيد الحصادي، سيد الحصادي، منظمة الأمم المتحدة. نعم سيد الحصادي، بما أن كوبلر يسير على نفس خطى ليون، الأطراف الآن المجتمع في الصخيرات لكي توقع كما قالت يوم الغد كانت تتكلم، لطالما تكلمت عن الشخصيات الجدلية وإبعاد هذه الشخصيات عن المشهد التي أساءت صراحة إلى الشعب الليبي وأوغلت في الدماء والحرب وغير ذلك. اليوم رأينا المبعوث الأممي في المرج مع حفتر، وحفتر من الشخصيات الجدلية بل التي لا يوجد لديها قبول عند أغلب الثوار. هنا السؤال لك، يعني ألا تعطي هذه رسائل واضحة للشخصيات التي ذهبت للصخيرات بأن المبعوث غير نزيه، بأن المبعوث سوف يفرض الشخصيات التي كانت تثير الجدل والحرب؟ نعم، هو بالتأكيد يعني يريد أن يثير اللغط ويثير الفتنة ما بين الطرفين. يعني عندما جلس المؤتمر والبرلمان يوم أمس في لقاء عقيلة صالح وبوسهلين بالتأكيد لم يتطرقوا لبعض التفاصيل التي ربما سيختلف فيها كليهما. يعني بالتأكيد موضوع حفتر يعني متروك النقاش فيه حتى نصل إلى قاعدة ربما ننطلق فيها تكون يعني قاعدة التوافق بين الطرفين. الحقيقة كوبلر ربما حاول أن يثير بأن الأمر هناك يعني نوع من إثارة الفتنة ما بين الطرفين بشكل مباشر. بالتأكيد يعني الأسرة الدولية تريد أن تفسد ما 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 اتفق عليه أو ما هو ساعي له الطرفان في الآن طرفان الليبيين. وأعتقد بأن يعني أتمنى من الطرفين أن الأمر هو ردة فعل جلوس سيد بوسهلين
وسيدنا صالح أتمنى أن لا يكون ردة فعل في أنهم لم يتم دعوتهم لمؤتمر روما. نعم سيد الحصادي، سيد نابع من نعم سيد الحصادي من الشعور بالوطنية والشعور بالمأساة التي يمر بها المواطن الليبي في هذه الفترة. ابقى 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 معي سيد الحصادي، أعود إلى السيدة الزوبية. سيدة الزوبية، من أول ما دار اللقاء بين الطرفين الليبيين رأينا يعني تحشيدات وخروج من الجماهير سواء في طرابلس مصرات غيرها من المناطق الذين يعني يشيدون بهذا اللقاء ابتهاجا وسرورا وكأنهم يرون فيه المخرج الحقيقي. الأسرة الدولية عموما دائما تتكلم عن احترام إرادة الشعوب، لماذا الآن لا تحترم إرادة الشعب الليبي؟ يعني تعرف أن مثلا مؤتمر روما في 2011 فشل او لم يتمكنوا من عمله نتيجه ضغط كانوا كثير من الناس الموجودين في الخارج، عملوا كثير من التصويتات ومن الايميلات للامم المتحده وللجنه نتاع المؤتمر، وكثير ايضا من الضغوط، رغم ان في كانت مجموعه مع الاسف بعض منهم حتى من المجلس الانتقالي ذهبوا الى هذا المؤتمر وحاولوا انهم يشاركوا، وكانت الغرض منه هو قسمه ليبيا. الان نفس الطريقة تحدث وتكرر، والأمم المتحدة هي نفسها اللي قسمت العراق أو هي اللي رعت العراق. يعني اليون كان كثير من المرات الطائرات الإماراتية كانت تقصف في ليبيا ويغطي طرفها، يعني بعد كثير من الضغط ومن التنبيهات حتى من مؤسسات المجتمع المدني والخروج الناس في الساحات، وكانوا يعلقوا عليها بشكل واضح، ملاحظة كثير من الصحف الأجنبية من الصحفيين الأجانب ايضا اللي زاروا ليبيا، هذا الامر اصبح هو محرج، وكان يطلع في بيانات يعني مجرد كلمات لا قيمه لها وكانوا كثيرين يقولوا يعني لابد في علامه استفهام حول هذا الامر. طيب اتضح بعدين انه هو طيب إن كانوا هذا عن اداء ليون الوسيط الاممي. انا سالتك عن قضيه التظاهرات، دائما نحن نحترم اراده الشعوب بين هلالين. الان نرى يعني الشعب الليبي عموما تجمعات الساحات في المناطق الليبيه خرجت منذ قبل اكثر من عام والى الان في تظاهرات وغير ذلك، لماذا لا يحترمون هذه الاراده؟ يعني هو دائما انت الشعب اللي خارج هدفهم الوحيد هي ليبيا، دائما هم علمنا يركزوا على من يمكن شراءه، اللي ذمته رخيصه هو اللي يلهث وراها، وهذا اللي ممكن يعطى وعود لانه هو يوصل. يعني كثير مع الاسف من الساده اللي مشوا، سواء حتى اللي من جماعه مثلا المؤتمر احنا ممكن اقرب لينا ونتابع فيهم، وحتى المجموعه الاخرى بعد تغيره مع الاسف كان حتى اللي كان محسوب على الثوره اصبح يلهث وراء ليون ويعتبر فيه والله هذا الحل الوحيد. وبالتالي دائما الاستمرار في الضغط الشعبي هذا مهم جدا، دائما ما تعطيش فرصه للامم المتحده ان هي تحاول ان هي تضغط عليك. هي زي ما قلنا الامم المتحده من هي؟ هي عباره عن مجموعه من الدول تنظر لمصلحتها الخاصة. طيب أيضا عن الضغط الشعبي أريد أن أسأل السيد الزبير، لا أريد هنا أن أسألك عن الضغط الشعبي بالنسبة للأمم المتحدة ماذا يمثل أو الدول العظمى بالنسبة لمن ذهب للصخيرات. كما يعلم الجميع بأن أي شخص يريد أن يوقع اتفاق سياسي يخص مصالح بلد ومصالح استراتيجية ومصير بلد بالأكمل يجب أن يكون خارج من حاضنة شعبية هناك خلفه من يؤيده، من يدعمه، من يدفع به. من ذهب فعلا هل يملكون حاضنة شعبية تخولهم بالتوقيع عن الشعب الليبي؟ وحقيقة في نقطة بكري كنا بنرجعوا لها، أن الوقت لم يسمح الليبيين ان يلتقوا مع بعضهم، كانوا من اشتباكات الى اشتباكات، واصبح الامر بعيدا وازدادت قلنا هويه الانقسام بين الليبيين واتسعت. الكلام عن من يمثلون ومن ينحدرون، نحن تكلمنا قبل قليل عن المنابر الديمقراطيه كيف تكون والتشريعيه. اغلب النواب لديهم مكاتب في مناطقهم ويتحاورون مع النواب الذين انتخبوهم، القاعده التي انتخبتهم، ولكن نحن لا يوجد لدينا، والأمم المتحدة كانت تحت على الديمقراطية وتحت على هذا الكلام. الآن هي التي تنزلق بهذا المنزلق ولا تبحث عن هذا الأمر. لذلك أعتقد أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لابد أن تضغط في اتجاه محاسبة من أخذ حقا ليس حقه. أنت ليس لديك الحق أن تمثلني،
فأنا لابد أن أقتص منك قانونيا قضائيا، لا نريد أن نخون أحد، ولكن القانون بيننا. لكن هو عادة يقول أنا مستقل وأنا أمثل نفسي، ورأيت الأزمات تطول في البلاد، لذلك رشحت نفسي نيابة عن الشعب الليبي لإخراجي من هذه الأزمة. هذا ليس كلام عواطف وليس كلام، هذه هذا مصير بلد، مصير البلد لابد أن يقاد نيابة عن من ومن الذي أنابك ومن الذي كلفك. هو الأمور واضحة جدا الآن، عندما يأتي كوبلر ويقول سأمضي على طريق ليون، نعم، معناها وضحت الأمور. عندما يأتي لتشكيل حكومة، والمعروف في العالم أنك هناك مفاوضات تجري، والمفاوضات عندما تجري بأشخاص، هؤلاء الأشخاص الذين في المفاوضات لا ينالون جزاء ولا شكورا، مش هم من أجل الوطن، نجد هؤلاء الأطراف بعضا منهم في الحكومة، كيف يأتي هذا؟ إذن الحكومة هذه لمصلحة من؟ هل يعقل أن يتوسع حتى المجلس الرئاسة الوزراء إلى 9؟ كيف سيجتمعون؟ كيف سيتقابلون؟ كيف سيأخذون القرار؟ وبمنطق فدرالي 3-3-3 من كل إقليم. لذلك نحن لابد أن نقف وقفة جد حول ما هو في توابة 17 فبراير، شنو توابتها؟ بناء إحقاق القانون وبناء المؤسسات. نحن استثنى هذه النقطة، فكيف بنا أن نعمل على حماية الحقوق وحماية الديمقراطية وحماية البناء الدولة؟ لأن لا تبنى دولة بأيدي مرتعشة ولا بضد ولا بعدم تحقيق وإحقاق. لا تبنى الدولة بأيدي مرتعشة، هذه فكرة أريد أن أحولها للسيد الحصادي وهو إعلامي معنا على الهاتف. سيد الحصادي، كما قال الزبير، لا تبنى الدول بأيادي مرتعشة، فقط هذه الأيادي التي الآن نراها ابتعدت لربما عن إرادة الكثيرين، وتوقيعات على حكومة وصايا وغير ذلك، هل إن التمسنا العذر نقول يعني بأن يروا مصلحة البلد من زاوية لا يراها الكثير من أبناء الشعب الليبي الشرفاء، أو ماذا؟ سيد الحصادي، لعل هناك مشكلة. نفس السؤال أنقله لك سيدي الكريم، يعني نفس الشيء، لو كان قدمنا حسن النوايا، هل هناك من لا يقدر المصالح والمفاسد؟ يعني عندما كل شيء واضح، تسريبات واضحة بأن هذه الحكومة حكومة وصايا، يعني الحكومة صيغت يعني أسماؤها في دولة الإمارات وغير ذلك، من الآن تصدر المشهد نيابة عن الليبيين؟ يعني كيف يقدر المصالح والمفاسد عندما تتكلم بأني أنا أريد مصلحة الشعب الليبي، لكن المخرجات والواضح للعيان يقول خلاف ذلك؟ أخي الفاضل، أن الدول لا تبنى بحسن النوايا، يعني إحنا مع الأسف تجربة قريبة جدا لنا، العراق أهي موجودة الآن، هذه مع الأسف الشباب السادة اللي ماشيين للصخرات أمنهم أنهم بدير لهم منطقة خضراء، يعني نفس هذا كوبلر أحد المهندسين بتاع المنطقة الخضراء اللي اللي موجودة في بغداد، المسؤولين هذه ما نفسهم هذه من 80 أو 100 شخص يحلموا أن هم بيديروا لهم منطقة خضراء، بيديروا لهم، بيقولوا إحنا بنبني جيش قوي. شو الجيش القوي اللي بنوه للعراق؟ تسليح متاعه 22 مليار في خلال ساعات، هجمت عليهم هذه مجموعة عصابات ما يسمى بداعش، هربوا وتركوا كل شيء، أخذوا منهم بقيمة 22 مليار. الأمريكان قعدوا قريب 4 أو 5 سنوات هم يدربوا هذا الجيش اللي يسموا فيه. إحنا زمان زيدان في 2013 طلع لنا قال والله هذا جيش في 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 ناضوا الصبح يقول الناس جيش ما شاء الله معنقر وبهذكي البذل وهذكي القيافه الكامله، يوم اخر قالوا اهو انتجنا عندنا منتج شرطه، نفس المصنع طلع المجموعه اللي كانت لبست جيش حول دمشق ولبست شرطه وطلعوها في الشارع. الان تو ابراهيم الدباشي طالع بيقول لك والله احنا الان عندنا 1000 شرطي، هذه ما انتجوا في النفس، يبدو نفس المصنع بتاع زيدان، يبدو اعادوا التدوير. يعني هناك من تكلم على ارقام اكثر من 10,000 من هذه الارقام. نعم، 10,000 وجاهزين لحمايه حكومه التوافق. غير ذلك فقط، الان ننتقل الى ميدان الشهداء. ينضم الينا زميلي ناصر الكيلاني من ميدان الشهداء. زميلي ناصر، صف لنا الاجواء بميدان الشهداء. تعب واللي عادي هتعب ناصر.
إلى حين أن يجهز مراسلنا من ميدان شهداء ناصر أعود لنفس الفكرة. يعني الكلام عن أرقام كبيرة لحماية حكومة التوافق وجيوش جرارة، أين كانت طيلة الأيام الماضية في الفوضى الأمنية؟ يعني هل هذا الجيش معد مسبقا أو ماذا برأيك؟ زيدان في كانوا بين يوم بين عشية وضحاها طلعوا منتج عبى السوق أو كانوا منتشرين في المدينة، ويوم آخر انتشروا. طيب أنا أخذ رأي الشرطة. كان احتاج إلى عملية فتح طرابلس لما يتحدث السيد محمود جبريل على ده 25 رهيبة. نفس الكلام نفس الخطة طيبة هنا بمالك بعد إذنك حضرتك سريعا. نعم النقطة اللي قلتها حضرتك هذه، هذا كان كثائب معمر قذافي او كثائب الاولاد هذه خميس ومش عارف 32 ومش عارف هذه، ما هو اللي كان يقصدهم محمود جبريل ودخل ووقف على انا في اتذكر في قناتي بالاحرار وقال له يا سيد اسمه براني شكال تعال استلم عملك كامر لمنطقه طرابلس. طبعا باعتبار ان هذه القوات كانت هم اللي يعول عليها، هذه القوات بعدين اعيدت صياغتها بشكل اخر بعد سنتين او ثلاثه وسببت في بزوغ فجر ليبيا والله اندفاع فجر ليبيا. طيب تكون من نفس المصدر. لعلنا ابتدأنا كلامنا بشيء من السخرية عن هذه الجيوش التي ليس لها حقيقة، لكن هنا أريد أن أتكلم بصراحة ووضوح. أتكلم بصراحة ووضوح. كتيبة قلت لك بالنسبة لحكومة الوفاق التي سوف تنبثق عن مخرجات الصخيرات، الآن كلام واضح حتى ممن ذهب لكي يوقع يقولون بأن هناك كتائب أمنية ستؤمن هذه الحكومة، وكل من يخرج على هذه الكتيبة أو يخرج على هذه الحكومة إن صح التعبير سوف يضرب بيد من حديد ويضرب بالنار وغير ذلك. هل توجد حقيقة كتائب تسير خلف ركب الأمم المتحدة خلف حكومة الوصاية بكل صراحة لنبين للمشاهد الكريم ماذا سيدي الكريم؟ وحقيقة حتى المشهد اللي استنسخناه هو نفس المشهد الآن. هناك حتى كتائب موالية، هناك كتائب كانت في الثورة وبعد ذلك دخلت في عمليات أخرى حتى جيش القبائل، لا تستبعد من ذلك. لذلك يجب أن نوضح الأمور على أن هناك بعض الاجتماعات التي قادها اليون مع بعض الكتائب المسلحة وحاول بها استمالة بعض كتائب الثوار، وكذلك ما يقوم به الآن باولو لطالي ما حاول أن يقوم به من استمالة بعض الكتائب. والغريب في الأمر أنهم عندما يتحدثون لك عن البناء للدولة يبعدون عملية الكتائب عن ذلك ويقولون بأن الاتجاه لبناء الدولة هو الاتجاه الديمقراطي وعدم إدخال الكتائب المسلحة في الأمر ويصفونها بالميليشيات، والغريب بالأمر أنهم يريدون الاستعانة بها. وهؤلاء أعتقد أن بصدق أنهم لا يشعرون بأن هؤلاء سيدفعون بهم الآن في حماية وإدخال هذه الحكومة بعد ذلك في مخاضرات. في هذا السياق عندي سؤال آخر أريد أرجع به لك، ولكن الآن يعود إلينا زميلنا ناصر الكيلاني من ميدان الشهداء ليصف لنا الأجواء في الميدان. زميلي ناصر صف لنا الأجواء في الميدان. ناصر الكيلاني من ميدان الشهداء هل تسمعني؟ ناصر السلام عليكم. بك زميلي أميل هاشمي وبالسادة المشاهدين وكذلك بالضيوف. طبعا الحقيقة الأجواء أكثر أكيد الأجواء أكثر من رائعة الحقيقة هنا في ميدان الشهداء. نعم واصل ناصر نسمعك جيدا واصل. أكيد الأجواء أكيد أكثر من رائعة في الحقيقة. هناك بدأ الاحتفالات هنا بهذه المناسبة الرائعة الحقيقة بلقاء الفرقاء الليبيين في مدينة فاليتا بمالطا بمدينة مالطا. نعم ناصر اسمعك جيدا واصل الكلام. معنا هنا في ميدان الشهداء في هذه الاحتفالية الرائعة الحقيقة في هذا الوقت بالذات معنا الأستاذ محمد بيك. تستمع إلي؟ نعم نستمع إليك واصل ناصر واسأل ضيفك الآن الساعة متأخرة لربما نرى الناس. معنا هنا أحد الحضور في هذا الاحتفالية محمد بيك، يا ريت أستاذ محمد تصف لنا هنا الأجواء هنا في هذه المنطقة بالذات في ميدان الشهداء. إحنا الجو تو إحنا هنا ميدان الشهداء هذا ما طالعين فرحانين الصراحة بأن إحنا
طلع عندنا فيها وشرفاء ووطنيين وعرفوا اللعبة اللي قاعدة والمؤامرة اللي هي قاعدة تتدبر لينا، وفرحانين بالتوافق اللي صار ما بيناتهم. بانت يعني المؤامرة لأنها خطيرة وقوية وبانت وانعرفت، وإحنا علاش فرحانين بالتوافق اللي صار هذا ما بين الشرفاء والوطنيين، فرحانين بيه. حب توجه رسالة عبر عدسة قناة التناصح هنا من منبر التغطية الخاصة في قناة التناصح، شنو تحب توجه رسالة للشعب الليبي وكذلك للفرقاء الليبيين سواء هنا وفي المدن الأخرى في ليبيا؟ للشعب الليبي هنا في المدن نوجه لهم رسالة بأن راهي المؤامرة كبيرة هلبة هلبة، وراهي ثورة 17 فبراير هذه اللي اعطتنا الحرية اللي احنا أنا قاعدين عايشينها، وهذه اللي يمكن حيخلوها لنا، لأن المؤامرة راهي ما هيش سهلة ولا حيخلونا بحريتنا هي، وكل شيء باين اليوم. حتى هنا كوبلر هنا عند حفتر معناها راهي حتى عملية التوافق كذب، ما فيش لا يبوا لا توافق لا شيء، لا هم يبوا يولعوها أصلا، لأن هم يبوا توا حكومة يشكلوها هم هذه ثالثة، وتبدأ تصدر لهم في القرارات من الخارج ويدعموا توا حفتر ويجيبوا سلاح ويقول لك احنا بدنا نخلع طرابلس، لان يبوا طرابلس لازم ما تولع. فمعناها الشعب الليبي المفروض يفيق على روحه، رانا احنا توا في خير وفي امان، وانا في عقاب الليل نفرح ونعيطوا، والبنزين هنا فيه والضيف فيه في الوقت اللي كانت لما الحكومات السابقه عندها المليارات والميزانيات صرفت لهم ما كناش محصلين هذا كله، راه وتوا الحكومه اللي هي ما حصلتش ميزانيه بكلها موفرت لنا الامان والبنزين والضيف. يعني نقولوا لهم ما تخربوش بيوتكم بيديكم، ما تبزوش عيونكم بيديكم، راهو اللعبة كبيرة، راهو اللعبة يبوا يولعوها في طرابلس بأي طريقة، يبوها تولع في طرابلس. راهي دي كلمة أخيرة تحب توجهها عبر قناة التناصح إن شاء الله للفرقاء الليبيين في هذه المساج؟ نقول إن شاء الله ربي يوفقهم، والمفروض يفيقوا لمصلحة الوطن، وإحنا تو إن شاء الله إن شاء الله يعني هذوما الناس اللي شفناهم الصراحة يعني عاد الله صارت تنقية تو إحنا في المؤتمر والمجلس النواب، تو المفروض هم هذوما اللي تنقوا، هذوما اللي نشوفهم، لأن بان الخاين بان والعميل بان والوطن الشريف بان، تو هذوما الوطنيين المفروض أنا حتى تو نشوفهم لما يقولوا الكلام إحنا نسلموا لهذه راهي فزاعة، المفروض ما يسلموش تو هذوما، إحنا مش لما نجربوا حد ويطلع هو هذا اللي ضحى وقفلنا عرفت وحماية الثورة وحافظ عليها توجيهات تقول يسلم جيب لي واحد ثاني نقعد نجرب فيه، المفروض هذو مايا الفاضلين الشرفاء هم هذو مايا اللي يديرونا. ماشي نعم ماشي نعم نعم. استمعنا اعزائي المشاهدين وزميلي امين الهاشمي الى هذه التقارير وهذه المقابلات مع شكرا ناصر الكيلاني أكثر من رائع. شكرا لك ناصر الكيلاني زميلنا مراسلنا من ميدان الشهداء، كنت معنا وصفت لنا الأجواء. أعود للسيد الزبير، لربما الآن منتصف الليل تقريبا والأجواء باردة، الناس تخرج يعني بالطبيعة تخرج وتتكلم عن البهجة والسرور لدعم التوافق الليبي يعني في تو يشبح يعني مثل هذه التظاهرات، يقول لك ذكرتونا بما زمان فهمت، دائما هناك من يصطاد مدفوع حتى الكوره مدفوعه، حتى الكوره طلعت مدفوعه ب 50 دينار دافعين للجماهير. والله والله العظيم انك ترى اشياء غريبه في المجتمع الليبي. الشيء الغريب انه بعض الناس تريد ان تدمر بلادها، ولا اعلم لماذا ما ستستجني من ذلك. قبل اسابيع كنا نتحدث وكنا نتشاور، يقولون لنا كفايه قتال، كفايه اشتباكات، الشباب قتل، النساء رملت، الأسر دمرت، النسيج الاجتماعي دمر، النازحين. الآن بعد ما حدث التوافق واللقاء الذي تغيرت اللهجة، تغيرت اللهجة، بدأ يقولون أين دماء الشهداء، كيف صار في اللي مات عليه روحه، شنو الكلام هذا غريب، بينما لا يلحنون نفس الكلام على الاتفاق التي تبنيه الأمم المتحدة. نعم. أي أن هذا الأمر يتجه بنا إلى أين؟ هل نريد ان ندمر طيب بلادنا في سبيل بعض المصالح؟ طيب لعلك تكلمت حتى على الهواء مباشره ميداني الشهداء تعبر او تبين يعني فرحه الناس بهذا اللقاء. لعلك تكلمت قبل قليل عن الكتائب المسلحه وكيف التي توالي وكيف التي غير مواليه. هذا الامر عندما تريد ان تحدث اي اتفاق ووفاق يجب أن يتم الجلوس معا والدخول إلى هذا الوفاق بكل حيثياته، لأنك لا يمكن أن تعتمد على مشروع دولي بدون وجود قاعدة شعبية. حتى الدخول إلى طرابلس سيكتنفه بعض المشاكل. نعم. ما هي المشاكل؟ قد تصطدم هذه الكتائب المسلحة ببعضها،
ونجد نفسنا في نفس مشهد مدينة بنغازي. بعد ذلك الذين وقعوا ماذا سيقولون؟ لم نكن نعتقد ذلك. هل تقف أنت تحت وضعية لم نكن نعتقد؟ ماذا ستفيدنا بعد أن ندخل بعضنا في مشاكل واشتباكات؟ سيضيع الوطن، وبعد ذلك سنبكي على هذا الوطن الذي حاولنا أن نضيعه. مدينة طرابلس لا بد أن تبقى، والله العظيم حقيقة نادي خط أحمر. لماذا؟ بها النازحين، بها الناس الذين حاولوا بقدر الإمكان الابتعاد عن كل المشاكل وعن كل الإشكاليات. إذا حدثت المشكلة في طرابلس أين سينجح هؤلاء والعدد الكبير من نفس الناس؟ نفس هذه الزاوية أريد أن أسأل عليها السيد الزبية. سيد الزبية، هناك يعني الآن تسريبات، هناك من تكلم عن بعض الفصائل المسلحة التي سوف تحمي حكومة التوافق. لا نريد أن نسرد اسم الكتائب، لعلها تسريبات خاطئة أو مفتعلة، ولكن هنا السؤال: هل فعلا هناك كتائب تحسب على الثورة والنضال والتغيير ترضخ لحكومة عمالة؟ والله طبعا هي 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 طبيعة بشرية في الإنسان. يعني مثلا وجودي يعني مثلا نحارب في كثيبة لا تعني أنني انني مثلا نيتي صافيه 100%. يعني كل انسان في الانسان حتى في 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 الحرب، يعني حتى ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك من جاهد في لغنيمه مثلا يستفيد منها، في لامراه مثلا ممكن يسبيها، في اللي عنده فعلا يسعى الى الشهاده. وبالتالي النوايا انا ما نقدرش نعول عليها كثير، في حكايه ان كل انسان بالتاكيد حيلقوا بالتاكيد في ناس ضعاف نفوس، يعني ليهم الان تو سنتين او ثلاثه يخدموا عليه البرنامج هذا. نعم. يحاولوا شراء ذمم في كثير مثلا من الكتائب اللي كانت محسوبه على الثوره، يحاولوا ان هم يغروهم بمناصب، يحاولوا ان هم يفتتوهم، يحاولوا ان هم يخلقوا لهم صراعات اخرى. نعم. وبالتالي زي ما قلنا يا اخواننا، هذا مشهد العراق قريب منا. يعني الناس اللي اللي ممكن كبار شوي في السن، وحتى ممكن كثير من الشباب اللي ممكن في الثلاثينات وغيرهم يتذكروا المشهد بتاع العراق الآن، يحاولوا أن يدون نفس المشهد. أمريكا لما حاولت تدخل هي وبريطانيا كانوا والله أسلحة الدمار الشامل ودوشوا بها الناس. إذا نقول استنساخ لتجارب فاشلة وغير ذلك. نريد أن نشرك معنا الآن، ينضم إلينا الشيخ إبراهيم بن غشير وهو أحد أعيان مدينة مصراتة. مرحبا شيخ بن غشير. اهلا وسهلا بك وقناتكم الكريمه. اهلا وسهلا. مرحبا شيخ بن غشير. بدايه شيخ بن غشير، الان في الساعات المتاخره في ليبيا طرابلس تحديدا، نكلمك من طرابلس، الناس تخرج ميدان الشهداء ابتهاجا باللقاء الليبي. الاوضاع في مصراتة ايضا، كيف استقبل اهالي مصراتة واعيان مصراتة مثل هذا اللقاء الليبي للخروج من الازمه؟ أنا حقيقة سعيد جدا باللقاء الليبي الليبي. نعم. لأن ليبيا في حاجة إلى مثل هذا اللقاء. وتأخر عنا كثيرا، ونحن في حاجة إلى هذا اللقاء منذ فترة بعيدة. ونحن نباركه ونؤيده ومصراتة مع هذا اللقاء قلبا وقالبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادة البلاد إلى وحدة الصف وإلى وحدة الهدف والمصير، بعيدا عن مسودة اليون وعن مخرجات الصخيرات وما يدور في مؤتمر روما. نحن نريد من الأمم المتحدة أن تعيننا على أن نقف على أقدامنا وأن نختار من يحكمنا بأنفسنا. لا نريد وصاية من أحد، ولكن نريد أن يشجعونا على ذلك، وأن يعترفوا بما نتوصل إليه. حينما يحصل منهم الاعتراف ويحصل منهم التأييد، هذا هو المطلوب. ونحن يعني نكون شاكرين لأي دولة ولأي منظمة عالمية ولمنظمة الأمم المتحدة حينما تقف إلى جانب الليبيين وليس إلى جانب أشخاص، نكون سعداء. لكن حينما تختار أناس يعني على هواهم دون مراعاة نعم شيخ بن غشير،
الآن ذكرت يعني قضية التوافقات الليبية، والكل يطمح إلى توافق فعلي يكون ليبي ليبي بعيد عن أي وصاية، لكن سؤالي لك الآن، حتى الأطراف التي شاركت في هذا الحوار، نوري بوسهمين رئيس المؤتمر وعقيل صالح رئيس البرلمان، تكلموا على عدم الرضا بالوصاية الدولية، لكن هناك من يخوف أبناء الشعب الليبي، يخوف الليبيين بصراحة شيخ بن غشير، من قضية العقوبات الدولية والعقوبات الخارجية، وإن لم ترضخوا إلى إرادة الأسرة الدولية والوصاية الدولية سوف تعاقبون، كيف تعلق على هذه المخاوف والتخويفات يعني؟ لا، هذه ما هي إلا أسماء أحجية لمن لا يريدون من الغرب، وهناك أناس يخافون يعني السلطة، يعني يقول لك الخارجية أكثر مما يخافون من القانون الداخلي أو من يا صالح. إذا كنا ناس أهل حضارة وأهل علم وأهل معرفة ولنا الحرية المطلقة في إدارة بلادنا، لن نرتكب أي جرم يضر بالعالم الخارجي، حينئذ العالم الخارجي هيكون معنا ولا يكون ضدنا أبدا. ليست هناك عقوبات إلا على دم، يعني ما ارتكبنا دم وبالتالي لا يكون هناك. احنا نعرف القانون الدولي ونعرف يعني دور الامم المتحده في مثل هذه الامور ونعرف كل شيء، وبالتالي ما هي الا حجيه يريد ان يخوف الناس لان هناك عقوبه. الليبيين اذا اتحدوا واتفقوا لن يكون هناك اي شيء. طيب رسائلك شيخ بن غشير لمن يخاف فعلا؟ في من خاف قال لك لا نرضى بمخرجات الصخيرات خوفا من الاسر الدوليه، خوفا من ان يلاحقوني، شو نقول لمن خاف يعني من هذه التخويفات؟ انا نقول له ما تخافش، نقول له لا تخاف لانك انت على حق والعالم كله سيكون معك والقانون الدولي يحميك، القانون الدولي يحميك، انت رجل عندك انت عضو في الامم المتحده. كيف يعني ما نعرفش الكلام هذا، ما الخوف هذا في نفوس ناس يعني غير مستوعبين للمشهد بالضبط يعني. الشيخ إبراهيم أيضا في جانب التحشيدات الشعبية أو المظاهرات الشعبية التي تخرج الآن، رأينا ذكرت لك قبل قليل في طرابلس الناس خرجت عفوية ترحب بهذا اللقاء، وأيضا في مصراتة لديكم هناك مجموعة من التظاهرات مؤيدة للوفاق الليبي إلى الآن الساعات المتأخرة في طرابلس ومصراتة وغيرها من المدن. يعني هل الآن أصبح الشعب الليبي عموما يدرك خطورة المرحلة التي نمر بها؟ لا، الشعب الليبي يريد الوصول إلى حل سريع لأن احنا الزمن يا شيخ سابق، الناس العالم الآخر المتقدم فاتونا بمراحل سنين، احنا أكثر من أربع عقود وإحنا في حالة تخلف وزدناها خمس سنوات تخلف، وبالتالي يجب علينا أن نسارع إلى بناء دولتنا، ويجب علينا أن نلحق بالركب وأن نتقدم بهذه الدولة. فالليبيون مشتاقون إلى أن يكونوا ناس يعني أصحاب كرامة وأصحاب سيادة ولهم دولة لها هيبة في ولها كلمة ولها مشاركة في المنظمات والمجتمع الدولي ككل. الليبيين هتطلعوا لكي يعني ينفضوا التراب عن أنفسهم، نريد أن نلقي الغشاوة اللي هي الكابوس اللي احنا لبسناه نتخلص منه. وبالتالي احنا عندنا زوج قيادات، المؤتمر والبرلمان كانوا متفرقين، الان اتحدوا، تعتبر بادره طيبه للاتحاد الليبيين، ومع ذلك المجتمع المدني كمجالس الحكماء وغيره يشتغلون على يعني ايضا على الوفاق الليبي الليبي، ولديهم مطروحات وافكار ان شاء الله تعين هؤلاء الناس انهم وصلوا الى الحل، بارك الله فيهم، وإن لم يصلوا فسنعينهم على ذلك. الشيخ إبراهيم، كانت هناك جهود وفاق مصراتة وفاق غريان، هناك مجموعة من الملتقيات قبل هذا الوفاق الذي حدث بين الجسمين، هل هذا الوفاق الذي نراه الآن أو اللقاء للوفاق الليبي يأتي امتدادا للمقابلات والمؤتمرات واللقية السابقة؟ نعم، لأن هذا حقيقة نعم، لأن كثير من الحكماء وكثير من الأعيان وكثير من المجتمع المدني تواصلوا مع البرلمان وتواصلوا مع المؤتمر وطلبوا منهم هذا أكثر من مرة، وكثير من الناس تواصلوا حتى مع رؤساء البرلمان ورئيس البرلمان ورئيس المؤتمر وطلبوا منهم اللقاء أكثر من مرة،
والآن هم أدركوا الحقيقة والحمد لله استجابوا هذا طلب الشارع. طيب ختاما معك رسالة ختامية للفرقاء الليبيين عموما، شيخ إبراهيم والشعب الليبي، رسالتين نريد منك، رسالة للفرقاء الليبيين ورسالة لعموم الشعب الذي نراه الآن في الميادين والساحات. أنا أقول لأي إنسان ليبي حر وطني صحيح أن يرعى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ثم الوطن، الله ثم الوطن، لا يكون له يعني رؤية جهوية ولا حزبية ولا إقليمية معينة، ولا الله أولا ثم الوطن. فإذا كان الإنسان ويتجرد من الأنانية ما يقولش أنا بديت وأنا لازم نكمل وأنا بديت وصلت الاقتراحات ولازم اقتراحاتي اللي تمشي، هذا عند عناد والعناد من الشيطان. الآن أي تصور يكون ناجح ويكون بعيد عن الدس، فهذا اللي بيه يجب عليهم أن يقبلوه وأن يطيعوا الله ورسوله فيه، يتقوا الله في هذا ويتقوا الله في وطنهم، هذا ما نوصي به اللي بيه. نعم، ورسالة إلى فرقاء السياسيين الليبيين ماذا تقول؟ الفرقاء السياسيين نقول لهم إن الليبيين يعني تعبوا من المشاحات ومن التأخير، وعليهم أن يتقوا الله فينا وأن يستجيبوا إلى مطالب الشرع. نعم، الشيخ إبراهيم بن خشير أحد أعيان مدينة مصراتة، شكرا لك الشيخ إبراهيم. أعود للسيد الزبير. سيد الزبير، تكلمت البعثة دائما تتكلم عن إشراك الجميع في هذا الحوار، يتكلمون عن حوار أسخرات مخرجات أسخرات، لكن عندما رأينا الآن ردود الفعل سواء من الأعيان من الحكماء من القبائل، الكل ينادي بالحوار الليبي الليبي، هناك يعني تناقض، البعثة تقول نريد أن نجمع الكل والكل لا يريد يعني مخرجات البعثة. لو أردت أن تصل إلى نقطة أساسية، ماذا تريد البعثة في الأخير من الاتفاق ليبي ليبي؟ هو اجتماع الأطراف، وما حدث في مالطا هم من اجتمعوا الرئيسين، المسودة كلها في حديثها تتحدث عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني بمجلس الرئاسة، ولذلك لا تخرج عن هذين، ولكننا نرى الآن الدفع بعملية التي نراها الآن بأطراف غير ممثلة وأطراف أخرى، البلديات وغير ذلك من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، أشياء غير واقعية وليس لها مفعول على الأرض. الذي يحتم الاتفاق ويحسم التحديات هم الأطراف الفاعلة على الأرض. الأطراف الفاعلة دائما يشار إلى الكتائب المسلحة، ذكرنا قبل قليل عن دور الكتائب المسلحة، وهناك من يقول بأن هناك كتائب فعلا سوف تحمي هذه الحكومة، ولكن لا أريد أن أرجعك. الآن اليوم رأينا مجموعة من البيانات، أمامي بيان هنا لتجمع سرايا ثوار الزاوية وصبراتة والصرمان، مجموعة من كتائب المنطقة الغربية أخرجوا بيان موحد يتكلمون فيه صراحة عن دعم الوفاق الوطني الليبي، ونبذ يعني أي حكومة وصاية وغير ذلك. مثل هذه البيانات من القوة الفاعلة على الأرض ماذا تمثل؟ كل من يصدر بيان وله فاعلية على الأرض يمثل اتجاه نحو التوافق ونحو السلام ونحو تحقيق الأمن والاستقرار. حقيقة النقطة أساسية، هم دائما يعولون على أن المشكل الليبي هو سياسي ويركزون على هذه النقطة بقوة. أنا حتى اليوم عندما نتحدث نحن عن اجتماع كوبلر بحفتر، لابد له أن يعي أن المشكل ليس سياسي فقط، كيف السياسي وهي الآن موجودة؟ طيب المشكل شنو بالضبط بنعرف، لكن هناك سيدة ناجية عبد الله تريد أن تشاركنا الآن وهي ناشطة في ميادين الثورة. سيدة ناجية، ما هو دور ميادين الثورة الآن؟ سيدة ناجية، أهلا معكم. مرحبا بك سيدتي الكريمة، سألتك عن دور ميادين الثورة الآن في دعم الوفاق الليبي، شنو هو بالضبط؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية للقناة الرائدة قناة التناصح، قناة الدين والوطن والثورة. الله يحييك. تحية لضيوفكم الكرام، تحية للشعب الليبي الراعي العظيم، الشعب المناضل، الشعب المجاهد المكافح، الشعب الذي ضحى ودفع الغالي والنفيس من أجل أن يحرر وطنه الغالي ليبيا من قبضة الطاغية لتحيا حرة أذية مستقلة موحدة. فواهم من ظن أن هذا الشعب
يرضى بأن يحرر وطنه الغالي وترابه الغالي من قبضة الطاغية ليضعه تحت الوصاية الدولية أو تحت حكومة عميلة، فهو واهم واهم واهم، فهو لا يعرف حقيقة هذا الشعب ولن يدرك كنه ثورة 17 فبراير المباركة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم سيد. نعم سيد. سؤالي كان لك الآن باختصار دور ساحات ميادين الثورة، الميادين العامة التي تنادي دائما بالتغيير، الدور الحقيقي الآن شنو هو بالضبط مفروض يكون؟ الدور الحقيقي الآن للميادين والساحات هو التواجد المستمر لدعم هذا الاتفاق الليبي الذي نرنو إليه جميعا ونرى فيه الخلاص وتحقيق الآمال والأهداف والأحلام والتطلعات نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة ليبيا الجديدة. التواجد والتلحم مع القيادة الليبية الرائدة ودعم هذا الاتفاق وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه والمساس باستقرار الوطن وسيادته، هذا الاتفاق هو النصر والاستقلال بإذن الله تعالى. نعم السيدة ناجي عبد الله ناشطة في ميادين الثورة، شكرا لك على هذه المداخلة. أعود للسيدة الزوبية، نرجع لك سيد عصام. سيدة الزوبية نعم، أشار السيد عصام الزبير دائما المجتمع الدولي يلوح بقضية الحلول السياسية والمشكلة السياسية، ولكن هناك مشكلة أخرى، هناك من يرجع المشكلة إلى المشكلة الحقيقية وهي التشكيلات المسلحة والقوى الضاغطة الفاعلة على الأرض. اليوم رأينا كوبلر متجه إلى المرج تحديدا للقيا حفتر الذي يعني الآن حتى في المنطقة الشرقية عليه يعني جدل كبير والكل يرفضه الآن أصبح، حتى الحاضنة التي كانت لديه بعدما أن رفع شماعة الإرهاب وشعارات مكافحة الإرهاب علمت الحقيقة. يعني هذا اللقاء يأتي في إطار ماذا برأيك؟ والله هو طبعا هو لخلط الأوراق، محاولة أنه هو حفتر الآن يعني قريب أكثر من سنة ونص الآن وهو يحرط في نفس المكان تقريبا، عند أماكن مثلا في ثلاث أربع أماكن في بنغازي مثلا سيري فرج زي الليثي زي مثلا سوق الحوت وفي مناطق مثلا أخرى، الآن لي سنة ونص هو استعمل فيها البراميل المتفجرة، استعمل الدبابات، استعمل كل أنواع الأسلحة، هو بقرار لسانه قال إحنا اللي قذفناه من ذخائر قال أكثر من اللي من 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 يكفي لتحرير دول ممكن أو دولة كاملة. بالتالي يعرفوا الآن لما هو يذهب إلى 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 حفتر والمجموعة معه، مع الأسف أن الثني أيضا كان موجود وبعض القادة الآخرين، أنا الآن في تقديري أنه يحاول يعمل نوع من التنافس. لكن حتى نعم. من كان يعني معه وهي الآن معه دائما نسمع بالشكاوى، نعاني من نقص في السلاح في الدخيرة في مش عارف إيش. أنا ما سمحني أنا نأخذ في كلامه هو يعني كيف ما هو يقول فيه التصريحات بتاعه، قال إحنا القوات بتاعنا نعم بما فيها من صحوات ومن مرتزقة ومن غيرهم، قال إن القوات متاعنا تعادل 5 أضعاف الخصم متاعنا اللي هو موجود في بنغازي. نعم هو قال كذلك الذخيرة قال إحنا اللي صبناها تحرر بلد. هو حتى تكلم قال لدي السلاح يحرر يعني ليبيا بالكامل. نعم. بينما أتباعه هو مش قال يحرر، لا قال إن الذخيرة اللي صرفت نعم. اللي تم رميتها تكفي مفروض، لكن دائما يتكلم عن القوة لديه قوة غير ذلك، لكن أتباعه والذين ينادون يعني أو يسيرون مسيرة دائما يتكلمون عن عدم تسليح الجيش وخلاف ذلك. نتيجة الفساد يعني أنت ثورة كثير منهم مثلا بولغيب مثلا هذا ما يسمى مثلا بالاستخبارات العسكرية بتاعهم، يعني طلع في أكثر من فيديو بيؤكد على أن مئات الملايين سرقت من باسم الجيش من ميزانية الجيش. الإمارات الآن تنهب في أموال الليبيين المجمدة وتعطي فيها لحفتر، يعني يا ريتها تساعد فيهم مش يبنوا مدينة مثلا بنغازي ولا حتى المدن الأخرى، يا ريتهم يبنوا مثلا طبرق ولا لا. آخر عقد الذي يعني خرج علينا 145 مليون لتدريب الجيش الليبي في الإمارات، وهذا العقد معلوم للجميع يعني. نعم يعني أنت نفس المسلسل بتاع العراق بالضبط قلت لك الآن يصيروا به، لو تشوف أنت المبالغ اللي صرفت على الجيش العراقي، هو قلت لك أنا في نهار يعني هجموا عليهم أعطوهم الأوامر أن كل عسكري يهرب يعني عدرع كما نقوله يترك كل ما يملك حتى من الراديو اللي يستعمله يتركه، والسيارات بتاعهم خلوهم يعني كما نقوله والعات شغالة
وهربوا لإنقاذ أنفسهم. هذا واضح. هناك من الآن يعني يراهن على مخرجات الصخيرات، هم فعليا خصوم لحفتر، يعني بالليبي لو كان شدهم حفتر حيجددهم يعني. تو حاليا أولئك الموجودين في الصخيرات رأوا اليوم المقابلة بين كوبلر وحفتر بكل حمامية، يعني هذا ما يخليهمش يراجعوا خطوة للتالي، يعاودوا حساباتهم. شنو برأيك؟ والله يعني أنا نتمنى بصراحة أن نقولهم اركبوا معنا ولا تكونوا من المغرقين، ولا تقولوا أننا سنأوي إلى المنطقة الخضراء لتعصمنا. نعم. يعني ابتعدوا عن المستنقع، الآن مغرقين في مستنقع اليون، اخرجوا منا. يعني كما قال سيدنا نوح لابنه اركب معنا ولا تكون من المغرقين، حتى احنا الان نقول لهم تعالوا معنا ولا تكونوا من المغرقين في مستنقع اليون، ولا تقولوا اننا سناوي الى 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 المنطقه الخضراء من اجل تحميكم. لن تحميكم من الشعب، سيلعنكم التاريخ وسيلعنكم احفادكم، ويكون ابنائكم عار، وستكونوا عار على حتى على اسركم وعلى مدنكم. يعني إن 100 شخص يحاول إن هم يطمعوا بوجودهم في منطقة خضراء تحميهم، ما قيمتها؟ في أحمد الجلبي هذا اللي كان يتنافس هو وحزب الدعوة في للفوز بالعراق، هو في الأخير حشاكم صفوه زي الكلب المسعور، تم تصفيته وأعطوا الفرصة لليون. الآن إحنا مع الأسف حزب العدالة والبناء يتصارع هو وتني ومجموعته لمحاولة من يفوز، من يكون جلبي ومن يكون نوري المالكي، وما أهم الاثنين سيكونوا في مزبلة. طيب أنتقل بين الطرح لسيد الزبير. سيد الزبير، تكلمت أنت عن الحل السياسي الذي دائما نتكلم به المجتمع الدولي، هكذا كان طرحك، قلت بأن هناك أشياء حقيقية واقعية لا يتكلم عليها المجتمع الدولي، ما هي؟ ماذا؟ أنت ذكرت قبل قليل بأن الحل السياسي دائما الورقة التي ترفع، لربما الحل السياسي هو المنجاة وهو الخروج، بينما قلت هناك أشياء أخرى موجودة على الأرض لا تذكر ولا يتكلم عليها. هو احنا ببداية الصراع كنا نتمنى أن تم اللجوء إلى الحل القضائي، لو استمرينا في الحل القضائي لما وصلنا إلى هذه النتائج. والمحكمة حتى ولو أن مجلس النواب اعتبر ظلم في ذلك المرحلة، كان يجب عليه أن يستأنف، وكان يجب أن نتناول السياق القانوني، ويجب أن نجلس مع بعضنا البعض في سبيل تسوية هذه الأمور. إذا خرجنا عن هذا المسلك وذهبنا إلى ما ذهبنا إليه إلى الآن، كنا يجب أن نذهب نحو الجلوس نحو القادة العسكريين حقيقة الذين يقودون العمليات العسكرية على الأرض. لابد من الجلوس ومعرفة لماذا هذه العمليات وإلى أي نقطة يمكن أن نصل، أن نتفق مع بعضنا البعض حتى نعمل على عدم الوصول بشعبنا إلى هذا المسلك الذي وصلنا إليه. لو تم الجلوس لفضحت العمليات العسكرية ومن ورائها وبالسلاح من يزود ومن الذي يستعير بالأرض الليبية في هذا المدخل وفي هذه المسالك الخطيرة. نعم. لأن أصبح الأمر سياسي، وأصبح عند التعاطي السياسي أن يتغول العسكريون. نعم. على السياسيون. في هذه الزاوية يعني عندي سؤال بنسأله لك لعادل ريحان نشط سياسي الآن معنا على الهاتف. سيد عادل ريحان، الآن سيد عصام الزبير كان يتكلم عن قضية الجلوس مع الفصائل المسلحة الفعلية الموجودة على الأرض هو الحل الفعلي، هل تشاطره الرأي؟ اي اولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخي امين في هذه الليله المباركه، وحي ضيوفك الكرام. الله يحييك. والمشاهدين، اولا احب ان بس اوصل رساله في نفس الموضوع لاهل المنطقه الشرقيه خاصه، ولبنغازي عموما، المنطقه الشرقيه واهل بنغازي خاصه، والزنتان خاصه وكذلك، انه الان فرصتكم. فرصتكم الآن، إن الكرة أصبحت عندكم أنتم، لأن المنطقة الغربية قبلت هذا المشروع الآن المصالحة، وقبلوا الجلوس مع بعض وأرادوا أن يمدوا يديهم فعلا يعني حقيقة لصفحة جديدة وطي الماضي. ولكن اليوم هي مفترق طرق حقيقية، الليلة يعني الليلة خاصة حاسمة جدا 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 جدا، وهي إن عليهم أن يقفوا مع الحق. اليوم موقف حق، أنا لست مع طرف على طرف، اليوم أنا سأكون مع الحق. اليوم من يريد المصالحة باين، ومن يريد القتال والخيانة اليوم ثلاثة، ناس تمد يديها للمصالحة وناس تريد القتال
وناس تريد الخيانة تلعب في مستنقع الخيانة. الأمم المتحدة يا أخي الكريم تاريخها ماضي، يجب على الشعب الليبي أن يعلم أن تاريخ الأمم المتحدة تاريخها أسود مع الأمم، وكوبلر لم يأتي بل يبدو عليه أنه أتعس من ليون، ولقاؤه اليوم بخليفة حفتر تأكيد على أنهم يريدون الصراع ويريدون القتال. الأمم المتحدة لا تريد لليبيا الأمن والأمان. والله العظيم ثلاثة كما أن الله واحد، أن أمريكا تقدر أن توقف حفتر في الآن ليلة، ترجعه إلى أمريكا وتحطه في السجون وكذا. هم من يضعونه، هو وجدران كلهم أداة أمريكية، والإمارات نفسها هذه الدويلة الصغيرة هي أداة أمريكية بحتة. فنحن اليوم في لعبة قذرة، يعني هذه اللعبة عرفناها من خندب قديما، عرفناها في العراق وعرفناها في سوريا وعرفناها في أفغانستان وعرفناها في الصومال، ولنا معها تجارب كبيرة. فاليوم على العقلاء اليوم طالما أن جاء هذا عقيلة صالح الذي أنا واحد من الناس مانيش مقتنع به، كان غالق لشوشته في الخيانة، واليوم الرجل لعله صحي، لعله صحو الضمير، لعله فعلى أهل الشرق أن يقف اليوم ضد هذا. طيب يا سيد ريحان نعم تكلمت أنت على مجموعة من الفرقاء يعني ودورهم في الأزمة، ولكن دور الشعب، يعني الكل الآن يعول على الشعب وعلى الجموع وعلى الحشود التي كان لها دور بارز أبان الثورة في إسقاط نظام القذافي، فهل الآن سوف يرجع الدور الحقيقي للميادين لإرجاع هيبة ليبيا؟ هو إذا تكاتفت الناس وعد، المشكلة اليوم ليست مشكلة إغراءات وتجهيل الناس بالإعلام هذا المضلل. نحن اليوم نعيش إعلام مضلل، هذه الكارثة اليوم، أنه يأتي واحد ويستخف الناس. أنا دائما أقول للشعب الليبي أن لا تجعل أذنك هذه أرخص شيء تملكها. اليوم والله العظيم ثلاثة، إنني لو ظلمت اليوم مش فجر ليبيا، لو ظلم الشيخ الصادق الغرياني لأقف ضده الليلة، لو وقف أبوي وظلم لأقف ضده. اليوم مفترق طرق، نحن يجب علينا أن نقول كلمة الحق. يعني نحن اليوم والله إني لو اقنعتني بعقيلة من هنا إلى سنة مش حقتنع به، لكن أنا مضطر لأن هاليوم في حق دماء. وقلت إن لعل عقيلة وراء الناس حاطة، لعل قبيلة، لعل كذا. فهذه فرصة نحن نلم الشمل وننادي بالمصالحة العامة والعفو العام، ونأتي ونجلس وفعلا نعم سلطة نعم الحكومة نعم حكومة نعم يجتمع عليها الشعب الليبي. وهذه فرصة تاريخية، فرصة لوقف الدم. الأوروبيين والأمريكان لا يريدوا لنا الخير، يريدوا الدمار، يريدوا نعم. وصلت فكرتك الناشط الإعلامي السيد عادل ريحان، شكرا لك على هذه المداخلة. أعود إلى السيد الزبية، قبل انتظر قليلا سيد الزبية. نعم الآن يعني الكلام على توافقات فعلية، هل ممكن توجد هذه التوافقات مع الخلافات العسكرية؟ يعني احنا لو شفنا مثلا وين الخلافات العسكرية، هي في إصابة يعني حفتر و لا موجودة حتى في المنطقة الغربية، عندك يعني جيش قبائل يعني نعم لا ما هي عبارة عن، هو مع الأسف تم الدخول بالمال الفاسد في محاولة تفتيت الجبهة الغربية ومحاولة اختراقها، وتم اختراقها فعلا يعني، وإلا كانت جيش القبائل تم إبادتها يعني من الأول. هو هذا الجيش هذا كان ينبغي أبيد من 2011، ولكن نتيجة لأن الثورة لم يقودها فعلا أهل الثورة، كانوا قادوها المنشقين أو من مكلفين بالانشقاق، هم اللي قادوا الثورة، وهم اللي لعبوا على وثر تأجيل حرب اللي في طرابلس اللي وقعت في 2014 كانت ينبغي تحدث في 2011. جزء كبير من هذا الجيش أو يعني اللي بقى من 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 الإبادة أو من الحرب الآن يحاول أنهم يجمعوه ويحاول أنهم يجعلوا له كيان، ويحاولوا أنهم يسموه. ولكن أنا متأكد لو أنهم فعلا التوار يحاولوا أنهم ينزعوا الدسائس والمكائد الآن اللي دخلت بيناتهم، وفعلا يوقفوا مع بعضهم ويبتعدوا عن الفساد والإفساد اللي دخلوهم فيه، أقحموهم في كثير من المعامة، حاولوا أنهم يشوهوهم،
حاولوا ان هم يغرقوهم في حتى في في فساد مالي وفي عمليات تحويلات اموال وفي الحصول على السيارات الفخمه هذه وكثير من القصور والاستراحات وغيرها. لو فعلا يحاولوا ان هم يخاطبوهم بلغه نعم. 17 فبراير ولغه الثوره فعلا نعم. هؤلاء الشباب اللي كانوا زملائهم اللي استشهدوا كانوا هم وياهم في كانوا رفاق مع بعض. طيب لو تحاول انك طيب, طيب هذا على هذا الطرح فقط نعم. هل توافق هذا الطرح سيد زبير؟ انا اريد ان انبه الى نقطه نعم اساسيه يعني حسب تشريحي للحدث قد اكون صائبا فيها وقد لا اكون صائبا. انا اعتقد ان السيد عقيله عندما ذهب الى لقاء مالطا كان تحصل على اعتقد اجماع بالنسبه للقبائل التي موجوده في منطقه الشرق. وهذا هذه القبائل بدات تنسحب من عمليه الكرامه وبدات تسحب ابنائها من هذه العمليه. لهذا رايت ان ذهاب كوبلر الى حفتر اراد ان يخلط الاوراق واراد ان يستعين بحفتر في عمليه قلب هذا الصلح لاتخام ليبيا بزياده من العمليات العسكريه. ولو ان بعض المؤشرات وصلتني حسب ما قيل بانها بدات عمليه اجدابية. واذا كان هذا ما حدث حقيقه فان الامر يجب ان يحاسب عليه كوبلر لانها قد يكون اعطى ضي اخضر لحفتر بدا بخلط الاوراق بالهجوم على اجدابية او ممارسه بعض الاشتباكات داخل مدينه اجدابية من اجل التاثير على المشهد الليبي. ولذلك من هذه النقطه ادعو الشعب الليبي الى الوقوف بحسم وبجديه في صف واحد اذا وضحت واذا كانت هذه الفكره صائبه واتجاه نحو تحقيق الاتفاق الليبي الليبي لانه سيعتمد على الصلح والامن والاستقرار. نعم. اما الدفع بالاجندات العسكريه والتاثير العسكري في سبيل تحقيق اهداف يراد منها الاتفاق السياسي الليبي التي برعايه الامم المتحده والذي يمارس فيه الدكتاتوريه والتهديد نعم. والعنف عندما يقال لك الذي لا يوافق عليه سيوضع في قائمه انه عرق للحوار. المجتمعات الأوروبية هناك أحزاب متطرفة لا توضع في بنود محاكمات ولا توضع في بنود أي أشياء. هناك مزارس نيابية تسقط وهناك مزارس نيابية يحدث فيها حتى الضرب بالكراسي ولا يوضع في عقلة. ولعل هذا الجدال الحاصل على مخرجات الصخيرات يعطي دلالة واضحة على أنه لا يوجد أصلا توافق على هذه المخرجات أو قبول. الآن ينضم إلينا فضيلة الشيخ سامي السعدي عضو مجلس البحوث بدار الإفتاء. مرحبا شيخ سامي. أهلا وسهلا أخي أمين، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وكل المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك شيخ سامي. شيخنا ابتداء في اللقاء الذي جمع الأمس بين نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر وعقيلة صالح رئيس البرلمان تكلموا عن مجموعة من الثوابت الوطنية وتكلموا عن الشريعة الإسلامية وأي يعني فعل أو قرار يخالف الشريعة الإسلامية يرفضونه. كيف رأيت يعني اللقاء إجمالا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد الحقيقة أنا كما قلت بالأمس في قناتكم المحترمة قناة الليبيين قناة التناصح قناة الوطن قناة الثورة إن هذه اللحظة لحظة تاريخية بحق ومنعطف مهم جدا في تاريخ الثورة الليبية. وإن شاء الله نحن نأمل أن يكون هذا بادرة خير وبشرى للليبيين ينبني عليها رعب هذا الصدع ولم شمل الوطن والفرقاء الذين اختلفوا وحصل بينهم ما حصل. الآن ربما تعب كل طرف من طول الحرب وطول أمد الحرب والقتلى والجراح وهي شيء مكروه بطبيعة الحال للنفس البشرية. ولم يحقق أي طرف الحسم الذي كان يأمله وينتظره. ربما هذا كان من تدبير الله سبحانه وتعالى لأن ترجع هذه الأطراف وتجلس إلى طاولة واحدة معتمدة على ما تمتلكه من مقومات حضارية وأخلاقية ودينية واجتماعية طيبة. فهذه قراءتنا أمس إجمالا كما علقنا بالأمس على هذا اللقاء الذي باركناه وأيدناه
ونعمل من ورائه الخير الكثير لهذا البلد. طيب. وأن يقف طيب. نعم. يعني سيل الدماء الذي يسيل نعم. الآن في مختلف أرجاء الوطن. نعم شيخ، تكلم الطرفان عن قضية الثوابت وقضايا التوافق الذي يوجد بين الطرفين، وتكلموا عن نبذ ومعالجة ومحاربة ما يسمى بالإرهاب. هل فعلا يستطيع كلا الطرفين يعني إيجاد توصيف حقيقي للإرهاب، محاربة حقيقية للإرهاب؟ الآن لربما مصطلح الإرهاب يطلق على كل مخالف لخصمه، يطلق عليه إرهابي يعني. نعم، أولا نتمن عاليا نحن باعتبارنا في مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء، وباعتبارنا محسوبين على شريحة الدعاة والعلماء والمشايخ وطلبة العلم، نتمن عاليا ما أعلن حول الشريعة الإسلامية، وفعلا هذا ما كنا ننادي به منذ زمن، ومعنا علماء هذه البلاد والغيورون على دينها وثوابتها، وهو أن تكون الشريعة الإسلامية هي الفيصل في كل شيء، وتكون هي مرجع التشريعات، وأن كل ما يصدر بالمخالفة لمبادئها وأحكامها يعد باطلا. وهذا الحقيقة كان محل اتفاق حتى في داخل الهيئة التأسيسية في بدايتها، ولكن للأسف بالتشويش الذي حصل حول هذا الأمر الذي ينبغي ألا يختلف عليه بين أي مسلمين، أصبح في داخل الهيئة التأسيسية محل جدل بسبب التشويش وبسبب الكلام الذي أثير في داخل الهيئة. فنحن نتمن عاليا هذا الثابت الذي إذا اجتمع حوله الليبيون فإن كثيرا من نزاعاتهم، بل كل نزاعاتهم في الحقيقة ستحل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يردوا أي أمر يتنازعون فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في سورة النساء في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا أولا. أما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب فنحن نثمن هذا أيضا، مع شريطة أن يوضع تعريف محدد للإرهاب حتى لا يبقى مصطلحا مطاطا وسيالا غير منضبط يفصله كل طرف كما يحلو له ليصفي به خصومه السياسيين، وتستخدمه كثير من الدول الكبرى للأسف لتحقيق مصالحها في منطقتنا وغيرها من المناطق والبلدان. نعم فضيلة الشيخ سامي السعدي عضو هيئة علماء ليبيا، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى السيد الزبية. سيد الزبية، الآن تناولنا قضية الحوار التوافق من عدة زوايا، رؤيتك المستقبلية للحوار الليبي كيف سوف يسير بوجهة نظرك؟ والله أنا في رأيي يعني ليس من السهل، يعني كثير من الدول بقت سنوات كثيرة، احنا الأربع سنوات تعتبر فترة بسيطة في بعد عمر الثورة، يعني المشكلة أن احنا أقحمنا في العمل السياسي كليبيين، كان ينبغي الوضع الصحيح كان أن من قاد الثورة هم فعلا من قادوا البلاد عدة سنوات، وكانوا وحاولوا يسيطروا ونظفوا كثير من الأجسام اللي كان ينبغي تنظيفها، ولكن لعبوا بالثوار واستغلوا وجودهم، كانوا في جبهات القتال وفتحوا لهم جبهات أخرى، وهم بقوا السياسيين وحاولوا أنهم يعملوا برنامج انتخابات. طبعا لما تعمل برنامج انتخابات حتى أمام العالم أقحمت نفسك في هذا، يعني التغيير لابد أن يكون تغيير ديمقراطي، مع أن الأجسام اللي انبثقت عن الانتخابات كانت أجسام لا يعني أنا متأكد أكثر من 60 أو 70% ليس لها علاقة بالثورة. نعم. سواء جسم هذا أو جسم هذا، يعني وكثير من الليبيين كل ما كان يخرج لهم في الإعلام مثلا ويحاول أن هو يتكلم بعبارات منمقة هو اللي تم اختياره في الانتخابات، مع أنهم أظهروا خلاف ما كانوا يبطنوا، يعني كثير منهم مثلا من اللي كان يتشدق في الإذاعات
لما وضعوهم في مناصب كانوا سيئين جدا، بالعكس هم انقلبوا على الثورة. طيب هذه يعني هذه مدة طويلة، يعني ما جعلتش الأطراف تكتسب نوع من الخبرة يعني لمعالجة الأزمات؟ لا، ما هي الوضع الصحيح كانوا، واحنا يعني نصحنا ذكر زمان في الانتخابات الإخوة أعضاء المؤتمر، يا إخواننا أعملوا نوع من التأهيل، أنتم ناس لا تفقهوا السياسة، مش عيب أن الإنسان يدير مثلا مستشار، فعلا ما يجيبش مستشارين بتاع الكبانيه اللي كان يسهر وياهم مثلا في 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 منطقته، يجيبهم هم مستشارين. لعل اللي فات مات زي ما يقولوا تو احنا في اليوم في اليوم الحوار الليبي الليبي. برايك شو المفروض يديروا؟ الان المفروض يديروا ان هم فعلا اولا ينظفوا انفسهم علشان يكسبوا الان حب الليبيين. انا في تقديري ان السيد مساهمين والسيد عقيله يصدروا قرار بتخفيض مرتباتهم ومزاياهم، ينبغي انه يتطبق عليهم الرقم الوطني، يعني مش معقول ان الان معظم الاعضاء في الجسمين يتقاضوا في اكثر من مرتب، ينبغي ان ما ياخذوه من المؤتمر ومن غيره، يعني نشوف مثلا المؤتمر الوطني ميزانيتهم حوالي 58 مليون في، وهم اقل من يعني حوالي 140 او 150 شخص، يعني وكم تحسب لهم من اجسام اخرى، يعني كثير من الوزارات اللي ممكن اكثر من ضعفهم ثلاث اربع مرات ما ياخذوش حتى ربع اللي يتقاضوه. كان ينبغي ان هم هذا في الباب الثاني ياخذوا 58 مليون. لما تجي تشوف المزايا اللي ياخذينها الاخوه في 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 طبرق، يعني ارقام خرافيه جدا، يعني يقولوا والله لا احنا نبو 300 الف عاطينهم تو سلفه، سيارات مش عارف 65 الف. يعني انت تشوف التخلي على المزايا، التخلي على المزايا فعلا الازهار الوطنيه، نهايه الخطوات الوطنيه للزافه للحوار الصحيح، تكسب قلوب الناس. نعم. تحسس الناس انك فعلا تبي، يعني فعلا انك انت حاسس باحاسيس الليبيين، وفعلا انك انت تحس بانك انت هذا الان وقت العمل. طيب ما زال دقيقه نبي نشرك بها السيد الزبير. سيد الزبير، الان هناك اطراف ان وقعت غضوه مش بيوقعوا، تمام، بيوصل 12 تقريبا خلاص، يعني هو اليوم او بكره بيمشي يوقع، فهمت؟ لو كان وقعت هذه الاطراف، شنو المفروض على المؤتمر والبرلمان اللي قالوا احنا ما كلفنا حد اصلا، شنو المفروض يديروا؟ اولا كان يفترض ان تقوم اللجان بأسوأ الموجوده في البرلمان برفع قضايا حول هؤلاء والنظر في اللائحة الداخلية في لائحة الأخلاق التي موجودة لديهم في عملية ما هي العقوبات التي تمارس على هؤلاء. أنا هنا أريد أن أوضح نقطة للشعب الليبي، سريع الوقت انتهى، وسريعة جدا جدا. نعم. على الليبيين أن يصبروا وأن يتحملوا هذه المرحلة، الآن ستعاني من العديد من الاختراقات الأمنية ومن بعض المشاكل في سبيل تحقيق وتركيع الشعب الليبي للموافقة على هذه الاتفاقية التي عقدت. وأقول لهم كما جاء في قرآن الله العظيم المجيد ما قاله، إن ما قاله الله سريعا أنسيتني والله، إن الذي قال لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيك سيد عصام الزبير، أنت كاتب صحفي، شكر لك، كنت شكر معنا لك في هذه التغطية الخاصة، وشكر للسيد جمال الزبية ناشط سياسي، أيضا كنت معنا، وكان معنا الشيخ إبراهيم بن غشير من مدينة مصراتة، والسيدة ناجية عبد الله، وهي والأستاذ عبد الحميد الحصادي وهو إعلامي، وعادل ريحان أيضا ناشط إعلامي، والشيخ سامي السعدي عضو هيئة علماء ليبيا. شكرا لكل من كان معنا متابعا في هذه التغطية الخاصة من منبر التناصح، تقبلوا مني وفريق العمل أطيب التحايا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.